عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. إذن التحديات تتواصل متابعينا الكرام والانطلاقات تتواصل هنا شوطا تلو الآخر. شوطنا الثالث هنا ينطلق أمام حضراتكم، يحمل لنا في طيات هذه الأسماء من الجعدان المحليات الأصايل. هنا مشاهدي الأعزاء مسافتنا 8 كيلومترات، نذهب إلى الصدارة الأولى والمركز الأول هملول وناصر الهلال بن سعيد العفاري يأتي في هذه اللحظات مقدما لنا هملول، بينما المركز الثاني هناك التواصل والقدوم في هذه اللحظات. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، يأتي شعار سعيد بن سويد بن غدير المنصوري هناك من واقع هذا الشعار أيضا. المركز الثالث هناك القدوم في هذه اللحظات والتواصل. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ياتي شعار ايضا هناك بالرملي، وايضا سهيل بالرملي بن محمد العامري يتواصل بشعار على ثالث الاسماء، بينما المركز الرابع الوصول هنا من الفاتن وسالم بسليب بخصوان العامري يتواصل في هذه اللحظات على أيضا رابع الأسماء، بينما المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات والتواصل من القفاي والدحبة بن غزول بن حمرور العامري يتواصل على خامس الأسماء، بينما المركز السادس الوصول القدوم في هذه اللحظة. مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، يأتي هناك شعار منصور بن عبيد بن قاسم آل عويسي يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا شعاره وانطلاقاته هنا متابعينا الكرام، بينما هناك الدخول. إذن المركز السابع التواصل في هذه اللحظات والقدوم من الأسد، ومسلم بسالم حمد بن يطبع العامري يتواصل مع الأسد في هذا المسار، بينما هناك الدخول على ثامن الأسماء والتواصل في هذه اللحظات من حشيم وفلاح بن ناصر بن مصلح الحبابي يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا حشيم في هذا المسار على سابع الأسماء أو هناك ثامن الأسماء، نعم بالفعل، بينما المركز التاسع القدوم في هذه اللحظة والتواصل. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، ياتي شعار بلقرين يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه المنافسة، يقدم لنا هناك وداع للخزع بن محمد بلقرين العامري، بينما هناك التواصل في هذه اللحظات شعار أيضا هناك الخزع الخزع بن صقوح يأتي في هذه اللحظات. مشاهدي الأعزاء الخزع بن محمد بن صقوح العامري هناك من خلال وواقع هذا الشعار. مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، ومن خلال هذه التحديات هناك مياس، نعم بالفعل، ومحمد بن خزع بن محمد بن صقوح العامري، هذه الأسماء وهذه النتيجة مشاهدي الأعزاء لعشرة أسماء متقدمة لنا عودة إلى الصدارة الأولى، وهناك أسماء خلف العشر أراها بالعين المجردة قادمة لا محالة من خلال هذا المسار، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى المركز الأول. الهجر عندنا تجار لا يلحق المفروض يجار،
كان نعمل استشار شيخ وله فالركض دور يا مروى في الأمر اختيار وموفق في كل شور إذن عودة متابعينا الكرام إلى الصدارة الأولى وإلى هملول ليتواصل هملول بانطلاقاته وتحدياته وناصر بهلال بن سعيد العفاري يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي بينما هناك منذر وسعيد بن سويد بن غدير المنصوري يتواصل في هذه اللحظات بينما هناك الأسد يأتي في هذه اللحظات يتواصل سهيل برملي بن محمد العامري يقدم لنا الأسد في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام بينما رابع الأسماء المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات والتواصل من شعار بن خصوان يقدم لنا الفاتن الفاتن ومتى بنقول فتن الفاتن يا بن خصوان يقدم لنا الفاتن سالم بسليب بن خصوان العامري أحد الأسماء الرائعة هنا والمميزة في هذا العالم الساحر يقدم لنا انطلاقاته وإبداعاته وتحدياته ومنافساته الرائعة الجميلة هناك الدخول أيضا من متوه ياتي في هذه اللحظات مع متوه منصور بن عبيد بن قاسم العويسي هناك القادم من السلطنة ومن ميدان بدية بالتحديد ما شاء الله بدية 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 ما شاء الله هنا أيضا أسماء رائعة وجميلة قادمة في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام أراها تتقدم في هذا المسار وشعار بن قزول يأتي في هذه اللحظات الدحبة بن قزول بن حمرور العامري يقدم القفاي في هذا المسار بينما هناك وصول وصول وقدوم في هذه اللحظات من حشيم وفلاح بن ناصر بن مصلح الأحبابي بينما هناك الدخول التواصل في هذه اللحظات من الأسد ومسلم بن سالم بن حمد بن أتبع العامري وصل في هذه اللحظات أيضا مياس ومحمد بن خزع بن محمد بن صقوح العامري يتواصل مع مياس يقدم لنا مياس بهذا الأداء بينما هناك الأسماء القادمة في هذه اللحظات إذن هذه الأسماء المتقدمة تسعة أسماء وهناك المركز العاشر ننتظر في هذا المسار وفي هذه الأجواء الضبابية ما شاء الله هنا ستار ثلاثة كيلومترات ما تبقى من مسار هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام والقادم في هذه اللحظات إذن القادم في هذه اللحظات والمتواصل هناك وليف لسعد بن حمد بن علي الجنيبي هذه النتيجة ونعود إلى الصدارة متابعينا الكرام إلى مقدمة الشوط عمار يا ملتقى في الجنة
إذن عودة متابعينا الكرام مع لوحة 2 كيلومتر الأخيرة هنا من خلال هذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه المنافسة. هنا ياتي شعار سهيل بن رملي بن محمد العامري يتواصل بانطلاقاته على الصدارة بينما ثاني الأسماء ياتي هنا وداع 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 والخزع بن محمد بالقرين العامري باحثا عن نقطة ثانية باحثا عن نقطة ثانية بعدما قدم لنا مصيحة مع الشوط الأول للمحليات يقدم لنا وداع في الشوط الأول أيضا للجعدان الثنايا المحليات الأصايل باحثا وساعيا عن النقطة الثانية هنا من خلال انطلاقاته وإبداعاته مع كل الفئات العمرية يتواصل بالقرين يتحدى من خلال تواصل شعاره وتواجد هذا الشعار وانطلاقاته مع الخطوط الأمامية بينما هناك الوصول القدوم من منذر وبدأ الانذار المبكر هنا من خلال تواصل شعار سعيد بن سويد بن غدير المنصوري على ثالث الأسماء بن خصوان ياتي على رابع الأسماء مع الفاتن يتواصل مع الفاتن في هذا المسار وسالم بسليب بخصوان العامري بينما هنا الدخول التواصل في هذه اللحظات القدوم على خامس الأسماء ياتي حشيم وناصر بن فلاح بن ناصر بن مصلح الأحبابي يصل في هذه اللحظات الأحبابي بينما هناك الدخول التواصل في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء ياتي الأسد ومسلم بسالم حمد بن يطبع العامري هنا سداسية رائعة ولكن عودة إلى الصدارة عودة متابعينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط إلى الصدارة الأولى مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام من خلال هذا التحدي وشعار سهيل بن رملي بن محمد العامري من خلال هذا الانطلاق وهذا التحدي وهذه المنافسة بينما هناك حشيم قادم في هذه اللحظات وفلاح بن ناصر بن مصلح الأحبابي هنا يصل مع حشيم يتقدم مع حشيم في اللحظات الأخيرة ما شاء الله تبارك الرحمن حشيم على الصدارة في موقع الحشمة في موقع أن دائما ما يتمناه الجميع في هذه الرياضة العربية الأصيلة هنا حشيم وفلاح بن ناصر بن مصلح الأحبابي هنا يقدم عروض رائعة عروض مميزة على الصدارة الأولى مع الشوط الأول للمحليات بالنسبة للجعدان الثنايا المحليات الأصايل سلام حشيم سلام سلام الأحبابي سلام فلاح بن ناصر بن مصلح الأحبابي أسعدت صباحا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وعلى هذا التألق والإبداع المركز الثاني كان شعار سهيل بن رملي بن محمد العامري ثالث الأسماء المركز الثالث منذر وسعيد بن سويد بن غدير المنصوري عودة إلى الصدارة عودة متابعي كرام إذن هنا بالتوقيت الزمني ولحظة وصول حشيم وأيضا فلاح بن ناصر بن مصلح الأحبابي تالين والناموس التوقيت الزمني 13 دقيقة 36 ثانية 25 جزءا من الثانية تهانينا والناموس.